بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا الدرس المبارك، الدرس العاشر من سلسلة دروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك. أهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. نستأذنكم معالي الشيخ في البدء في تلاوة الحديث الذي توقفنا عنده في باب السواك، إذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث الشريف ما حبب الله إليه من هذه الحياة الدنيا، وهو شيئان: الشيء الأول النساء، استمتاع بالنساء، فهي من يعني لذة الحياة الدنيا، لأن فيها إعفافا للفرج، وفيها قصر للنظر عما حرم الله، وفيها مصلحة الإنجاب والنسل والذرية، فيها مصالح. والثاني الطيب، أنه صلى الله عليه وسلم يحب الرائحة الطيبة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتطيب بأنواع الطيب، كان يتطيب بما يحضره أو بما يملكه من أنواع الطيب، ففيه سنة التطيب للرجال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قطع الرائحة الكريهة، والحرص على جمال المظهر. نعم. وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولكن جعلت قرة عينه في الصلاة. بعض الناس أو بعض الذين يقرؤون الحديث أو يذكرون صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفونها على الحقيقة، يجعلون الصلاة من أمور الدنيا، فيقولون إن الرسول يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب والصلاة. وهذا غلط، الصلاة ليست من أمور الدنيا، وإنما هي من أمور الآخرة، ولهذا قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هي التي تقصر النظر عن الأمور والتطلع إلى أمور الدنيا، فقرت عين الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلم يكن ينظر إلى شيء ويتلذذ بشيء أحسن من الصلاة، لأنها صلة بينه وبين ربه عز وجل، ولهذا كان يلازم قيام الليل، وكان في الأول يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام. ف
فالله جل وعلا قال له: يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال في آخر السورة: فاقرأوا ما تيسر منه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فيكون آخر السورة ناسخا لأولها وهي قوله قم الليل إلا قليلا نسخه بقوله فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. أحسن الله إليكم. وعن نافع كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطرة وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالاستجمار هنا استعمال الجمر، جمر النار ليضع عليه الطيب يظهر دخانه الطيب، رائحته الطيبة تظهر رائحته الطيبة في دخانه، هذا معنى الاستجمار هنا. استجمار استعمال الجمر النار يوضع عليه البخور. والألوة عود الألوة هو العود الهندي، لأن العود الهندي على قسمين: عود القسط وهذا يتداوى به، عود القسط يتداوى به، والنوع الثاني عود الألوة وهذا يتبخر به لطيب رائحته. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم، هذا فيه الحث على قبول الهدية إذا كانت من الريحان والطيب فلا يرده، لا يرد ما يهدى إليه من الطيب، من أنواع الطيب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رده إذا أهدي إلى الشخص فيقبله، لأنه من الطيبات. نعم. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم. أي نعم، هذا نوع آخر من أنواع الطيب وهو المسك. المسك هو ما يكون غزال المسك، هذا من يؤخذ من دم الغزال. دم الغزال يجتمع منه شيء في زائدة تكون في أبطه، يجتمع فيها هذا الدم ويتجمد ويكون رائحته طيبة، فيتحكك هذا الغزال فيسقط، هذا ما يسمى بالفأرة، فأرة المسك تسقط في الأرض فيكون فيها هذا الطيب الممتاز. يقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم، الرجال والنساء يتطيبون، ولكن فيه فرق بين طيب الرجال وطيب النساء. فالرجال لا يستعملون الطيب الذي له أثر في الثياب باللون، صبغها بلونه، وإنما يتطيبون بالطيب الذي يظهر ريحه ويخفى لونه في الملابس. والنساء على العكس، لا تستعمل الطيب القوي لأن هذا فتنة في حقهن ويجلب إليهن الأنظار، ولكن تتطيب في الطيب الذي يظهر لونه ويخفى ريحه. نعم.
وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان زيد بن خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب كلما قام إلى الصلاة استاك. وهذا نوع من الاستطابة أيضا، وهو استعمال السواك على اللسان واللثة في الفم عرضا، استاك به عرضا على اللسان وعلى اللثة ليزيل ما يعلق بهما من الرائحة المنتنة، لأن تتصاعد أبخرة من الجوف منتنة وتعلق باللسان وباللثة. وكذلك إذا أكل الإنسان أو شرب فإنه يعلق بأسنانه ولسانه وفمه شيء من بقايا الطعام، فيكون له رائحة كريهة، فلذلك يزيلها بالسواك. هذا أحسن شيء، السواك سنة مؤكدة يستعمله الرجل والمرأة لإزالة الرائحة من فمه وتطيب رائحته. نعم. قال أحمد: النبي صلى الله عليه وسلم فرق وأمر بالفرق. نعم، فرق بين طيب الرجال وطيب النساء، وأمر بالفرق بينهما، فلا يتطيب الرجال بطيب النساء ولا تتطيب النساء بطيب الرجال. نعم. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. نعم، أربع من سنن المرسلين: الحناء، وهو الصبغ بالحناء للشيب ونحوه، هذا أحسن ما يصبغ به، والتعطر بالطيب، يعني التعطر بأنواع الطيب. نعم. والسواك والنكاح. والسواك في الفم، هذا أيضا نوع من الاستطابة وإزالة الرائحة المتخلفة على الأسنان واللثة والفم، إما من أثر الطعام، وإما من تصاعد الأبخرة من المعدة، وإما من كثرة السكوت، فيستحب له أن يتطيب في هذه الأحوال ويتأكد يزيل ما يعلق بفمه من الرائحة الغير المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم، إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الدرس العاشر والمجلس العاشر من شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الشكر في ختام هذا اللقاء لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان على هذا الشرح والبيان، ولكافة الزملاء فريق العمل. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه للدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.